الاقي الاطفال اللي ميتين بعد الحرب الاخيره دي بتاعت هجوم حماس العنتري في البدايه. الستات اللي طلعت تقول احنا غلابه، احنا مالنا يا ابوي، احنا عايزين نعيشه. العيال الاطفال اللي بتترعش، الاطفال اللي اتقتلت، شيء يتعب القلب. لانك انت بتقف قدام الانسان كانسان. يعني تشوف طفل مسلم مذبوح ولا طفل اسرائيلي مذبوح، تبقى مش بني آدم لو ما تعاطفتش معاه الضحية. لازم تتعاطف معاه لأنه إنسان ودي روح إنسان. إذا عينك عودتك تفرح لما تشوف إسرائيلي مذبوح وتحزن لما يكون مسلم، تبقى أنت مش بني آدم. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. جه في الفتح بقى اللي هو بعد المسيح بكام؟ بعد المسيح ب600 سنة. يعني أنت عندك من أيام إبراهيم وأيام موسى لغاية المسيح، كل المناطق دي كانت يهودية بعد المسيح، وطبعا المسيح يهودي وكنيسة القيامة، كل ده لغاية الفتح العربي 600 سنة بعد ميلاد المسيح. والأماكن دي كلها معظمها اللي فوق للإسرائيليين أو لليهود، واللي تحت للفلسطينيين. طبعا ساعتها أيام إبراهيم كان اللي تحت وثنيين، بعد الإسلام كان اللي تحت منهم المسيحيين واليهود ومنهم أيضا المسلمين. طيب لما جه الفتح، دخل حرب كبيرة، مش حرب يعني، هو الفتح الإسلامي يمكن في كل الدول دخل بالحرب إلا فلسطين أو إلا إسرائيل، لأنهم حاوطوا أبو عبيدة بن الجراح. يمكن عشان كده بتاع حماس مسمي نفسه أبو عبيدة، تيمنا أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح ده كان قائد عسكري أيام عمر بن الخطاب، فحاصروا فلسطين او اسرائيل لمدة 6 شهور عشان يفتحوها، ما دخلوهاش بحرب. الحصار منع المية ومنع الزاد الاكل، ففي الاخر في الاسقف او السفرينوس اللي هو الاسقف بتاع القدس ما استحملوش 6 شهور يبقوا جعانين. قال لهم انا مستعد اسلمكم مفاتيح القدس. على فكرة ما كانش اسمها القدس، وعمرها ما كان اسمها القدس، هي كانت اسمها إلياء، وإسرائيل كان اسمها إلياء برضو، وبني إلياء وبني إسرائيل، ده أيام ما قبل. سموهم بقى بني إسرائيل بعد كده، جت في القرآن الكريم لأنها كانت دولة إسرائيل. فعمر بن الخطاب فأبو عبيدة بن الجراح حاصر إسرائيل لمدة 6 شهور وحاصر القدس عشان يدخلها. مفيش 6 شهور مفيش أكل ولا شرب. اضطر الانبا سفرينوس قال لهم انا مستعد اسلمكم مفاتيح القدس، قدس الاقداس اللي فيها كنيسة القيامة واللي فيها معبد سليمان وهيكل سليمان واللي فيها الكنيسة القيامة واللي فيها بيت لحم واللي كل حاجة، بس على شرط اسلمها للخليفة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سمع الخبر وانه ممكن يستلم القدس، بس هو اللي يستلمها مش حد تاني، فركب جمل وطلع وراح لفلسطين وراح للقدس وراح لأنبا سفرينوس، قال له تمام انا عهدتك وامنتك مفيش حرب بيننا، اديني مفتاح القدس وانا هديك العهده العمريه، وامنهم على مالهم وعلى تجارتهم وعلى نسائهم وعلى اطفالهم. ودخل عمر بن الخطاب استلم القدس واستلم معظم اراضي اسرائيل بدون حرب، ما كانش في حرب،
باستسلام الانبا سفرينوس والمسيحيين واليهود اللي عايشين في المكان ده. خلاص. طبعا في قاعده مثبته عند اخواتنا المسلمين ان هم دايما الارض اللي يفتحوها تبقى ارضهم، مش محتلين. لا، لو حد جه من بره يحتل ارض يبقى محتل، لكن هم فتحوا بلد يبقى بلدهم. خلاص، من ساعتها اعتبروا طالما هم فتحوها كلها هي بتاعتهم. لكن الحقيقه مش كده، الحقيقه مش كده. بس اللي حصل بالظبط بقى ان من هذا العصر المحتله فيه معظم اراضي اسرائيل ابتدوا يلجأوا الاسرائيليين لخدعه شراء البيوت. وكان في اسر فلسطينيه غنيه جدا عندها بيوت كتير جدا فمش محتاجه البيوت، واليهود قدموا اغراءات واشتروا البيوت. ابتدت الامور شويه شويه من سنه 46، يعني من الفتح الاسلامي. بعد كده حصلت حروب تاني بين العرب والمسلمين بقى، صلاح الدين الايوبي وشد وجزر، ومره يدخل ده ومره يطلع ده، ومره يحتلوها الصليبيين هنقول او المسيحيين، ومره لغايه ما الامور تاسست بين. لكن بدايه من لغايه 46 كان الفلسطينيين بيحتلوا معظم اراضي اسرائيل. في فتره 46 بقى والكلام ده ابتدى اليهود يعرضوا ثمن للاراضي. ايوه زي ما انت سامع كده، اشتروا اراضي كتيره جدا جدا. ابتدى نزوح تقل، ابتدت املاك الاسرائيليين تزيد لدرجه في مناطق بقى ابتدى يبقى فيها بيت او اتنين للفلسطينيين وكلام من هذا القبيل. لكن حطوا سيطرتهم وفرضوا سيطرتهم على الاماكن اللي وصلوا لها، وبنوا مستوطنات في الاماكن الجديده اللي ضموها، لغايه لما وصلنا ل 48. وكمان تدريجيا لغايه سنه 67 تم الاستيلاء على معظم الاراضي الفلسطينيه واتضمت للاراضي الاسرائيليه. هنا هنرجع، وطبعا لكله لغايه تحت، لغايه النقب ولغايه غيره. وبعد كده طبعا تمت ممارسات ان في مفاوضات يمين، مفاوضات شمال. اوكي، اهو فتح قعدت في الضفه الغربيه في منطقه رام الله، والمجموعه الثانيه دخلت في غزه من سنه 2000، وبعدين في غزه ادوهم استقلال كامل وحكموا نفسكم بنفسكم. الحقيقه تحت حكم حماس عانى الفلسطينيون سواء مسيحيين او مسلمين الامرين. يعني احنا شفنا كتير جدا، طبعا حماس فكرها فكر اخوان مسلمين، فكرها فكر القاعده. يعني ياما شفنا في فيديوهات حفلات للمسلمين، عرس يدخل بتوع حماس يضربوها، وممنوع حرام الغنى، وممنوع حرام الايه، وفرضوا عليهم اذلال للمسلمين. كمان المسيحيين تم التضييق عليهم تضييق كامل جدا، يعني المسيحيين ما ابتدوش ياخدوا وظائف، ما يتوظفوش، ما يتعينوش في وظائف مهمه، تم تهميشهم، تم التضييق عليهم، تم خطف الكثير من المسيحيين في غزه واسلمتهم. من ضمن حكايه مشهوره تم خطف 5 رجاله واجبرهم على الاسلام في غزه. هنا عايز اقول حاجه، الغزاويه كبشر مظلومين. يعني انا لما ابص الاقي الاطفال اللي ميتين بعد الحرب الاخيره دي بتاعت هجوم حماس العنتري في البدايه، الستات اللي طلعت تقول احنا غلابه، احنا مالنا يا ابوي، احنا عايزين نعيشوا، العيال الاطفال اللي بتترعش، الاطفال اللي اتقتلت، شيء يتعب القلب. لانك انت بتقف قدام الانسان كانسان، يعني تشوف طفل مسلم مذبوح ولا طفل اسرائيلي مذبوح، تبقى مش بني ادم لو ما تعاطفتش معاه الضحيه. لازم تتعاطف معاه لانه انسان ودي روح انسان. اذا عينك عودتك تفرح لما تشوف اسرائيلي مذبوح وتحزن لما يكون مسلم، تبقى انت مش بني ادم، تبقى انت مش بني ادم. انت لازم تكون عندك، ده طفل ذنبه ايه؟ دي ست ذنبها ايه؟ ده راجل كهل ذنبه ايه؟ لازم نبص للمعايير دي، تبقى في معايير انسانيه تفحص الحاله عندك بطريقه انك انت تعرف ربنا. ربنا يرفض الدماء. اوعى تقول لي ربنا قال لنا والله الشجره هتنطق وتقول لي تعالى ورايا يهودي اقتله، الكلام ده في البطيخ. ما فيش شجر بينطق وما فيش شجر بيتكلم، وحكايات الف ليله وليله وكليله ودمنه دي انسوها،
الكلام ده كلام مش مظبوط، ده تراث مدسوس عليك. مين اللي دسه عليك؟ الله اعلم. لكن حبيبي ما فيش شجره هتنطق، ما فيش شجره هتنطق وتقول لك تعالى اقتل ورايا، لان لو ربنا مش راضي بوجود اليهودي ده ما كانش اوجده، ما كانش اداله نفس، ما كانش سمح له بالتناسل، ما كانش وسع عليه في العلم والتكنولوجيا. فانت لازم تبص بصه محايده. ربنا هيحاسبك فقط لما تيجي تقابله، لكن في الدنيا انت او غيرك اللي بيزرع بذره وبيرويها بيحصد ثمارها، سواء كان مسيحي مسلم يهودي او ملحد، لازم تكون فاهم الكلام ده، غير كده الكلام ده بطيخ. طيب، يبقى اتعملت وثيقة العهدة العمرية مع الياء، يبقى تمام. وبعدين الأراضي ابتدت لغاية ما وصلنا ل 67.